صحيح أن جماعة الإخوان منذ العام 2013 وهي تتلقى الضربة تلو الأخرى بدءا من سقوط حكمهم في مصر، وما استتبع ذلك من سقوطه في بلدان عربية أخرى كتونس والمغرب والسودان وغيرهم، هذا بالإضافة لانتهاج أردوغان في تركيا سياسة جديدة ضد الجماعة قامت على التضحية بهم في سبيل التقارب من الدول العربية. إلا أن التحرك البريطاني الأخير والذي قامت به الحكومة بإصدار تعريف جديد للتطرف يبدو أنه أكثر ما يرعب التنظيم، فهذا المؤشر على التغير البريطاني ضد الجماعة يعني محاصرتهم في الدولة التي رعتهم واحتضنتهم منذ قيام كيان الإخوان عام 1928، وهي التي أمنت لهم الملجأ والمهرب بعد كل صدام كان للتنظيم في بلادهم الأم، وآوت أي لندن الفارين منهم وتحولت إلى عاصمة سياسية واقتصادية لهم، بل هي الآن تعتبر مقر القيادة التي تحرك الجماعة وتنظيمها الدولي في العالم كله، ما يعني أن أي انقلاب في الموقف البريطاني قد يقضي على آمال التنظيم الإخواني بلملمة صفوفه وإعادة توزيع انتشاره في العالم كله. ولكون الحكومة وضعت تحت مجهرها منظمات إخوانية كان أبرزها رابطة مسلمي بريطانيا، فإن التحرك بدا جادا جدا، خاصة وأن الحكومة البريطانية تعلم معظم خبايا وخفايا الإخوان، فهي ظلت لسنوات راعية لهم وقادرة أي لندن لو أرادت على حصر نفوذ وقوة الجماعة وتنظيمها. لذا فإن هذه الخطوة أربكت حسابات الإخوان وقد توسع دوامتهم وتزيد من تخبطهم، ما يعني مزيدا من الأخطار التي قد تؤثر على بقاء التنظيم وتوسعه.